بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. قال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عهد طيب كريم مبارك إلى دستور الأرض والسماء. المعجز البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة التي يتلوها علينا قارئ قريب مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد مصطفى شاكر، قارئ القرآن الكريم والمقيم بشمشور. نسأل الله عز وجل له في التجلي والتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا
جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إلا الله على كل شيء قدير فلا مرسل له من بعده وما يمسك فلا مرسل له من بعده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماء Thank you.
يزيد في الخلق ما يشاء
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم Oh.
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الذين كفروا لهم عذاب شديد يشاء ويهدي من يشاء لا
فوت عليهم حسرات. إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية القوارية التي تلاها علينا أقارب الفريق مصر العربية والمقيم المحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد مصطفى شاكر قارئ القرآن الكريم والمقيم بشمشور. كان لكم وتوفيق من عند الله الإذاعات الصوتية والإدارة الكهربائية عند شارع الحديثة تطلق وتوجد من مخازن الحاج جمال شعلة المقيم بدراشيش. يا صوت فضل الله عزاكم وشكر الله سعيكم جميعا.